يعني احنا لامسين الدور الكبير اللي بيقوم بيه، مفيش ملعب، مفيش مباراه، مفيش فرقه ما شافهاش وبيشوف كل الفرق. كابتن محمد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن اسامه، الكابتن ماهر امام، كابتن محمد حشيش، ودور ومجهود كبير. قبل ما اتكلم على المباراه لحضرتك والافراد الجهاز الفني المنتخب مصر للناشئين، احنا لامسينه في كل الملاعب. بسم الله الرحمن الرحيم، اول بشكرك على المقدمه الجميله دي، وتحياتي للكابتن اسامه وللكابتن ماهر كابتننا الكبير، كابتن حشيش وحشوني جدا. وانا سعيد برضك ان تاني مره الاحظ ان النادي الاهلي بفضل الله برضك عامل حاجه جميله جدا، وبتابع ماتش لايف للناشئين وبيحللوا وبيحطهم في الصوره وبيعرف الناس عليهم بدري، ودي حاجه طيبه جدا وبحب اشكرهم عليها. وان شاء الله الاولاد اللي جايين دولت باذن الله باذن الله يكونوا نوال حاجه جيده جدا. كابتن محمد، شايف ان موضوع اذاعه المباريات للناشئين وان النادي الاهلي وقناه الاهلي بتاخد هذه المبادره اكيد بتساعدك كجهاز فني ان اللعيب يلعب تحت ضغط ويبقى عارف ان ماتشاته متشافه، كلها امور تساعد سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. هي عشان كده انا اول ما بدات الكلام بدات ان دي حاجه كبيره، هم الولاد لمسهم يعرفوا قيمه النجوم اللي في الاستوديو ومين بيحلل لهم، وان الماتش معروض لايف، وان اهاليهم وجمهور النادي الاهلي بيتابعهم، وجماهير تانية بره النادي الاهلي طبعا بتتفرج عليهم، في حاجه جيده جدا، ويبداوا يحطوهم على التراك اللي فيه شويه ضغوط وهم يحتاجوها. وان شاء الله كمان المدرج اللي هيتعمل هنا ده هيبقى حاجه جيده جدا، يعني اعتقد باذن الله الحاجات دي كلها هتبدا تحطهم في مناخ مناسب للتطور باذن الله. عايز اروح بقى للمباراه، وانا عارف ان عناصر كتير جدا من النادي الاهلي ومفريق المقاولون عرف في القوام الاساسي لمنتخب مصر الناشئين، شفت المباراه ازاي وابرز اللعيبه اللي لفتت نظرك النهارده في المباراه كابتن محمد؟ هو عموما الجيم كان كويس على فترات من النادي الاهلي وفترات من نادي المقاولين، وده طبيعي، الاولاد لاعبين اربع مباريات في 12 يوم تقريبا او في اسبوعين، دي حاجه قويه جدا عليهم وجهد كبير جدا. عشان كده احنا فضلنا ان بكره ياخدوا اجازه خالص، ان هم يخرجوا ويفصلوا شويه منتلي، حتى مش مجرد جهد بس. الولاد في السن ده لاعبين اربع مباريات في اسبوعين، فكان شويه حمل كبير عليهم، اعتقد ان هم عندهم افضل من كده بردك. وخلي بالك انهم بيلعبوا على اول، لان فرقتين ماشيين ورا بعض، فالضغط العصبي نفسه في المباراه دي مأثر على الولاد شويه، نوع من العصبيه شويه في الكوره. على فترات كان بيمسكوا الكرة في النادي الاهلي شويه، في نادي المقاولين شويه، لكن انا اعتقد ان هم عندهم افضل من كده بكتير. عايز اروح بحضرتك بقى لبطوله شمال افريقيا ومشاركه منتخب مصر، حطينا في الصوره وهتسافر امتى، اخر الاستعدادات لهذه البطوله، ومين معانا في المجموعه يا كابتن محمد؟ البطوله اتاجلت كذا مره، واعتقد لغايه دلوقتي المفروض ان شاء الله لو الامور ماشيه طبيعيه ان هنطلع يوم الجمعه والسبت، منتظرين تاكيد الطيران لان ما فيش رحله دايركت. فلو في رحله مباشره بتبقى 4 5 ساعات، لو ما فيش مباشره ممكن 15 ساعه. فارهاق كتير جدا على الولاد، فيا رب نلاقي رحله مباشره باذن الله. الدوره وديه على نجيل صناعي، دي صعبه جدا، ولكن ان شاء الله برضك تبقى تجربه كويسه، فيها الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتونس، 5 فرق. برضك هنلعب 4 مباريات في 8 ايام، دي صعبه جدا جدا، يعني كل يومين مباراه، ولكن هي تجارب. احنا في الولاد في السن ده احنا مش محتاجين، ما بندورش على المكسب خالص، على قد ما بنجرب ان احنا بنقيس ولادنا وبنحطهم في ضغوط، وبنحاول نتعرف على قدراتهم بطريقه افضل، نحاول نستكشف بقيه القوام. احنا عندنا قوام معين، عدد معين من اللاعبين، ولكن كل فتره بنحاول ندي دم جديد، يمكن حد من الاولاد يلمع، خصوصا ان ساعات بتجيب ولاد تتفرج عليهم في مباريات، لما تيجي جيهم المنتخب معاك الموضوع بيختلف، لعيبه المنتخب لما بتحطوا في اجواء معينه الموضوع بيختلف. عشان كده هتلاقي مثلا التجمع اللي جاي ده في 7 لعيبه من اللي كانوا موجودين في المعسكر اللي فات مش موجودين، ولكن لسه بدري على القوام الرئيسي، لكن عندنا في حدود عدد معين، يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يبقى نواه كويسه للنادي الاهلي والنادي المقاولين والنادي الزمالك والانديه مصر جميعا، لان هم فعلا مجموعه جيده ومحتاجين شغل كتير جدا، ربنا يكرم يا رب باذن الله. نشكرك يا كابتن محمد واتمنى لك التوفيق في هذه المهمه باذن الله، والعوده بالمنتخبات المصريه لمنصات التتويج الافريقيه ان شاء الله. متشكر جدا، وبرجع اعاد تحياتي للكابتن اسامه والكابتن ماهر والكابتن حشيش وتامر وهبه على مكسب اول ماتشين دوليين امام الامارات. اسامه بيبارك لحضرتك على مكسب، بيبارك لحضرتك على الفوز في اول مباراتين دوليتين امام الامارات، منتخب الامارات، بننتظر منه المزيد ان شاء الله. كابتن اسامه حابب يوجه لحضرتك سؤال مهم. تمام يا كابتن اسامه. بنبارك طبعا للكابتن محمد وهبه الفوز في اول ماتشين دوليين امام منتخب الامارات، وان شاء الله بطوله شمال افريقيا بطوله قويه ننتظر فيها المزيد والمزيد ان شاء الله واكتساب الخبرات اكتر. في سؤال بيتسال لي عايز اساله، ومعايا برضو الكابتن محمد حشيش. في سؤال يا كابتن اسامه من الكابتن محمد حشيش. تمام اتفضل يا كابتن حشيش. كابتن وهبه بحييك وحشتني والله زمان، وبقول لك على كابتن عايز اسالك على حاجه.
في ناس كتيرة بتسألني بتقول لي قوام المنتخب أو الناس اللي بتتاخد منتخب قصر على الدوري الممتاز ولا ممكن في مثلا قسم التاني في أولاد برضو مميزين يعني؟ سؤال مهم طبعا. سؤال مهم جدا من الكابتن محمد حشيش. وقبل ما نروح لسؤال الكابتن حشيش، الكابتن اسامه طبعا بارك لحضرتك على المباراتين الامارات وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله في بطوله شمال افريقيا. نروح للسؤال المهم من الكابتن محمد حشيش. اولا كابتن حشيش سؤال جميل جدا. احنا بفضل الله تقريبا حضرنا مباريات كتير جدا الممتاز به. على سبيل المثال المعسكر اللي جاي عندنا ولد من كهرباء اسماعيليه مواليد 2006 كهرباء اسماعيليه بيلعب درجه ثالثه. عندنا ولد من ديكرنس تقريبا، يعني عندنا لعيبه مش موجوده خالص في الدوري الممتاز، ودي حاجه جيده جدا. الحمد لله احنا بنتابع تقريبا معظم المباريات، رحنا معظم المحافظات، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنتم المتابعه. ولكن احنا مش شاغلين بالنا الولد بيلعب في نادي ايه، على قد ما يهمنا ان نلاقي قوام او خامه طيبه نقدر نشتغل عليها باذن الله. فعلا انا بشكرك على السؤال وتطمن ان شاء الله. احنا بالعكس الباب مفتوح، لان انا حتى كلمت مع معظم المسؤولين في الاتحاد ان احنا لغايه دلوقتي احنا ما بناخدش لعيبه مشهوره، هم اللي ندور عليهم. يعني منتخب اولمبي او فريق اول منتخب اول بياخد لعيبه معروفه وبيتفرج عليها، لكن احنا بنروح نحاول على قد ما نقدر نتعب مع الولاد دول شويه ونختار لعيبه، ويا رب نتوفق في اللي جاي يا رب ان شاء الله. شكر جدا. شكرك يا كابتن محمد ونتمنى لك التوفيق في هذه المهمه باذن الله. مع السلامه. مع السلامه. شكرا كابتن اسامه. ده كان اللقاء طبعا مع الكابتن محمد وهبه المدير الفني